بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشد الخشبية للأعمدة. الصورة اللي قدامنا ديت، أولا أنا بشكر المهندس اللي رسمها لأن فيها كل ملاحظة احنا محتاجينها وكل معلومة احنا محتاجينها في موضوع الشدة الخشبية للأعمدة. هنلاحظ مع بعض مجموعة ملاحظات. نبدأ، هنلاحظ ان كل عمود حواليه 4 من العروق. اي عمود حواليه 4 عروق، اي عمود حواليه 4 عروق، ده واحد. اتنين، ان العروق لما بتوضع بالنسبة للعمود بتوضع مش بشرط انها تكون قريبة من العمود او بعيدة عنه. يعني مثلا الاربع عروق دولت العمود مش في نصه، نفس كذلك نفس الامر هنا، كذلك هنا، كذلك هنا، هنا وهنا وهكذا. ايه اللي بيحصل؟ العروق بتوضع على صف واحد، هي دي الفكره اللي فيها، بحيث ان انا لما اجي اجيب الواح وهنسميها برندات نقدر نمسك العروق دي كلها مع بعض. يبقى لازم وضع العروق على صف واحد بحيث ان انا اربطها مع بعض، يبقى كل عمود حواليه 4 عروق وان العروق توضع على صف واحد بحيث ربطها بالبرندات. تمام، هنا ما كملش البرندات بحيث ان مفيش اعمدة ثانية موجودة. كويس، البرندات دي وظيفتها ايه؟ حاجتين. الحاجة الاولى ربط العروق لتكوين الشدة الخشبية. اتنين، حمل الحطط السفلية وحمل الحطط العلوية. ادي شكل الحطة الموجود امامنا. الحطة دي هتتشال ازاي الا اذا كان في برندات تتشال فوقيها، فهي دي فكرة البرندات. تحت هنلاحظ ان البرندات السفلية موجودة تحت اهي وفوقيها الحطة السفلية، وادي البرندات العلوية وفوقيها الحطة العلوية. وبعد كده بيبقى عندنا حاجة اسمها النهايز، اللي هي اللوح المائل دوت بزاوية 45، بحيث ان هو يمسك العروق بشكل ان هو يقاوم الرياح، يقاوم الحركة الأفقية، يحافظ على الشدة الخشبية. يعني النهاية دي تعتبر تقوية للشدة الخشبية بتاعت الأعمدة. لاحظ مع بعض، ده شكل الشدة الخشبية للعمود الواحد. العمود الواحد بيحتاج 4 عروق لعمل الشدة الخشبية بتاعته، وبيحتاج برندات سفلية وبرندات علوية. والبرندات السفلية وظيفتها ربط العروق وحمل الحطط السفلية، والبرندات العلوية وظيفتها ربط العروق وحمل الحطط العلوية. وادي النهيز لمقاومة الحركة الأفقية، يعني مقاومة الرياح بحيث ان الشدة ما تملش وتقع. ده شكل الشدة بعد الانتهاء منها وتجليد العمود. لو نسمي الحاجات كده المسميات اللي هو مسميها بالأرقام اللي هو كاتبها، هنلاحظ ان رقم 1 دوت اسمه التجليد، رقم 2 دي الحطة العلوية، رقم 4 ده هنسميه حزام التقوية، رقم 5 هنسميه القايم أو العروق، 3 دي الحطط السفلية، 6 هنا دي البرندات السفلية، وبيسموها التجريصة، يعني جاية من كلمة الجسور، بحيث إن الجسور هي اللي شايلة الحطط الموجودة تحت، 8 دي اللي هو النهيز أو النهايز، 7 البرندات العلوية، 9 دي القمط، و10 دي نفسها هي الحطة العلوية مع الحزام العلوي. الصورة اللي أمامنا دي بتدينا درس كبير جدا 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 في موضوع المقاولات وفي كمية الخشب وفي الجدول الزمني. الصورة دي بتتكلم كلام كتير قوي. بتقول ايه؟ بتقول ان احنا عشان نقدر نشتغل في شغل مقاولات محتاجين كمية خشب يكفي لشدة أعمدة وشدة سقف في نفس الوقت، يعني الخشب اللي موجود يعمل سقف وأعمدة مع بعض، بحيث إن الجدول الزمني لا يتوقف على فك الخشب بتاع شدة السقف. يعني المفروض مثلا بفك السقف ده بعد أسبوع، بعد 10 أيام، يعني حسب الزمن بتاعه 2 لام زائد 2. المهم إن ليه زمن. الزمن بتاعه ده هيوقف أعمال الأعمدة إلا إذا كان عندي خشب أقدر أشتغل بيه في الأعمدة. يبقى لذلك ما ينفعش نشتغل في المقاولات الا لما يكون معانا خشب يكفي لشدة سقف وايه واعمدة مع بعض، بحيث ان الجدول الزمني
للمبنى لا يتوقف على فك الشدة الخشبية للسقف. طيب دي النقطة الأولى. النقطة التانية، أنت شغال مهندس في موقع، لازم لما تيجي تستلم الخشب بتاع المقاول، مش معنى إن خشب المقاول مثلا جاب كمية خشب وحطها على قطعة الأرض معنى كده إنه خلاص استلم الشغل وإنه وقف على الشغل وإنه حجز المبنى، لأ، لازم إن أنت تتأكد إن عنده كمية خشب تكفي لإنهاء المبنى بحيث إن الجدول الزمني بتاعك ما يتعطلش. هنلاحظ الشدة الخشبية هنا توقفت في جزء، لان ده جزء ما بين مبنيين، مش محتاج ان هو يربط الخشب بزيادة، يعني مش محتاج ان هو يستخدم خشب اكتر من كده. ادي شكل الشدة الخشبية بشكل عام، بشكل عام ده العلاقة ما بين العروق والبرندات والنهايز. طيب تعالوا بقى نبدأ نفصل حاجة حاجة. نبدأ بالعروق. احنا قلنا حاجتين، قلنا الحاجة الأولى إن كل عمود بيحيط بيه 4 من العروق بالشكل ده، كل عمود حواليه 4 من العروق. الحاجة التانية إن العروق توضع على صف واحد بحيث إنها تربط جميعا بالبرندات بالشكل ده كده. نلاحظ إن جميع العروق على صف واحد، تمام. اللقطة الموجودة هنا دي بتوضح لنا إن العرق واقف على لوح، وطبعا اللوح ده ممكن يقع يتكسر. طيب العرق ده شايل حاجة؟ لا مش شايل حاجة. العرق ده بتاع شدة خشبية للأعمدة، يعني الشدة الخشبية دي حركة أفقية ما هياش حركة رأسية، يعني ما هوش شايل سقف فوقيه. طيب يبقى مفيش خوف من اللوح، لكن لو انت شغال فيه هتصب السقف ده وهتعمل سكك للناس والناس هتمشي من فوق، يبقى في خوف طبعا، يبقى المنظر اللي موجود قدامك ده غير آمن. يبقى حضرتك وانت شغال في الموقع لازم تنظر الى الامان اللي موجود في الموقع، يبقى مش همك بس الشغل ابعاد هندسيه، لا، شغلك كمان انك تحافظ على سلامه وارواح الناس اللي موجوده وتحافظ على الزمن بتاع الشغل. طيب بعد كده نتكلم عن حاجه اسمها البرندات السفليه او التجريسه اللي موجوده، يعني الجسور اللي موجوده تحت. البرندات اللي هي ماسكه العروق من تحت، هنلاحظ ان كل العروق مربوطه مع بعض من الاسفل بالواح برندات بالشكل الموجود في الاسفل هنا. ادي كل عرق مربوط ببرنده في اتجاه افقي وبرنده ثانيه في اتجاه راسي، يعني في الاتجاهين اكس وواي بالشكل ده كده. هنلاحظ ان البرندات الموجوده هنا دي موجوده على سقف عكس البرندات اللي فاتت، يعني البرندات اللي فاتت دي كانت على القواعد بالشكل ده، لكن هنا دي برندات موجوده على سقف. طيب البرندات الموجودة على السقف هنا ممكن لما نيجي نصب نلاقي ان الراجل بتاع البراويطة بتاع الصب عايز يمشي على السقف ده بالبراويطة العربية بتاعة الخرسانة. طيب هنلاحظ ان العروق، ان الالواح بتاعة البرندات السفلية دي هتعيق الحركة بتاعتها، وهيضطر النجار انه يقطع الالواح دي، كده خسرنا الخشب وكده عطلنا الصب. او ان الراجل بتاع النجار يعمل سكك للطبلية بتاعة الصب من فوق البرندات العلويه بحيث ان الناس يقدروا يتحركوا على البرندات العلويه ان هم يقدروا يصبوا الاعمده، تمام. يبقى لازم ناخد بالنا احنا هنصب بامب، يبقى ما احناش محتاجين سكك اللي تحت، ولا هنصب خلاطه؟ طب لو هنصب خلاطه محتاجين سكك للناس تمشي عليها على السقف ويطلعوا على الاعمده بسلالم، ولا محتاجين ان احنا نعمل لهم سكك فوق منصوب الأعمدة بحيث إن هم يقدروا يصبوا الأعمدة بسهولة من فوق؟ فدي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. البرندات العلوية، البرندات العلوية وظيفتها ربط العروق وحمل الحطط العلوية. هنلاحظ إن البرندة العلوية الأولى ديت منسوبها لازم يسمح بارتفاع بني آدم، يعني مثلا ارتفاع بني آدم المتوسط 1.80 متر يقل أو يزيد، فالمفروض ان الالواح البرندات دي لا تقل عن 1.80 متر في اي باي حال من الاحوال، ممكن تزيد لكن لا ينبغي لها ان تقل. طيب اذا العمدة ارتفاعها اكبر من 3 متر هنضطر ان احنا نعمل برندات علوية اخرى تانية. ليه؟ بحيث ان احنا نقدر نوصل للحطط العلوية الموجودة فوق. هنلاحظ ان النجار واقف فوق بيعمل برندات علوية تانية، ده اذا كان ارتفاع الاعمدة اعلى من 3 متر، يعني هنلاحظ ان في اعمدة بيبقى ارتفاعها 4، ارتفاعها 5 وهكذا بالشكل الموضح امامنا. برندات العلوية في الاعلى خالص زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده.
ادي البرندات العلوية. طيب بعد كده نلاحظ موضوع النهايز. النهايز هي الالواح المائلة اللي موجودة بالشكل ده اللي بتمنع الحركة الافقية لمقاومة الرياح، بحيث ان احنا نقدر نحافظ على الشدة الخشبية انها ما تملش وتقع على الارض بالشكل الواضح عنه. النهايز دي لما بتوضع على الداير، يعني بتوضع على الطرف بتاع المبنى جنب المبنى، لا توضع في المنتصف، بحيث انها لا تعيق حركة النجارين والحدادين على السقف والمهندسين طبعا. يبقى انت محتاج ان النهايز دي تكون موجودة على الداير من بره، بحيث انها تقاوم الحركة الافقية بالشكل الواضح معنا. النهايز بتكون موجودة في شدة الاعمدة. النهايز بتكون موجودة في شدة الاعمدة بالشكل الواضح معنا. طيب عندنا حاجة كمان اسمها الشدة السوري. الشدة السوري دي تستخدم شدة عمود واحد. هنلاحظ ان الشدة المصري اللي فاتت كانت بتربط الاعمدة كلها مع بعض. الشدة السوري هنا بيعمل شدة لكل عمود لوحده مستقل بذاته. طب ايه السبب؟ السبب الاول هو ان المسافات ما بين الاعمدة متباعدة، فاذا ربط الاعمدة مع بعضها هيستخدم خشب كتير ملوش لازمة. يبقى السبب الرئيسي هو ان المسافات ما بين الاعمدة متباعدة. السبب التاني هو ان الخشب قليل، وده يعتبر سبب ويعتبر نتيجة. يعتبر ان احنا لما بنستخدم شدة سوري ان احنا بنستخدم كمية اخشاب اقل من الشدة المصري. كويس جدا. الشدة السوري بتحتاج لنهايز او شكلات عن ميل انها تقدر تقويها بالشكل الواضح عموما. ادي شكل النهايز او الشكلات اللي على الميل. وهنلاحظ ان الحطب بيتم تثبيتها على الارض بمسامير صلب مباشرة في السقف المسبوب تحتها او اسفلها. في نقطة مهمة جدا، ان الشدة السوري دي غير محكومة من الاعلى، هي محكومة من الاسفل لكن غير محكومة من الاعلى، وبتعرض الاعمدة للخطر الدوران، ان العمود ممكن يحصل له دوران من الاعلى، بيحصل له سوستة زي ما بنقول كده في الموقع. لذلك اذا كنت هتعمل شدة سوري يبقى انت محتاج توزن العمود اثناء صبت العمود. لازم تجيب ميزان خيط وتوزن العمود رأسيا اثناء الصب، لان الخرسانة ساعتها بتكون لسه سهلة طرية، تقدر ترجع العمود وتظبط رأسية العمود تاني. شكل الشكلات اللي موجودة هنا ديت، ادي الشكلات بالشكل ده. تمام، نلاحظ المسافات ما بين الأعمدة متباعدة، وادي شكل الشكلات. في ناس بتستخدم جاكات حديد زي دي كده، ادي الشكلات، ادي جاك الحديد ده في مشاريع كبيرة جدا. تلاحظ ان ده جاك حديد موجود وبتثبت في الأرض بمسامير صلب بالشكل ده كده. ادي ده شكل الشكلات. طيب الشدة المعدنية للأعمدة. الشدة المعدنية للأعمدة عبارة عن شباك ومقص. ادي ده كده اسمه شباك وده كده اسمه مقص. ده شكل الشدة المعدنية للأعمدة. ادي الشبابيك بتتركب في بعضها وبتتربط بالمقصات، وادي العمود ممسوك لوحده زيه زي الشدة السوري. طبعا الشدة المعدنية بتحتاج حاجتين، بتحتاج عمالة مدربة على استخدام الشدة المعدنية، وبتحتاج صيانة دورية للحفاظ على المادة المصنوع منها الشبابيك والمقصات طبعا من الحديد، فلازم انك تحافظ عليها من الصدأ، لازم تدهنها، وبحيث انك تحافظ على الاكسسوارات بتاعتها، قطع الغيار اللي موجودة، بحيث ان المسامير والولد والحاجات بتاعتها دي ما تضيعش منك، انك تحافظ عليها بالشكل ده. كده احنا نكون اتكلمنا عن الشدة المصرية والشدة السورية بالتفصيل، والشدة طبعا المعدنية. بكده نكون هنا موضوعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.